مرحبا للجميع. الكل يعرف انه تير ابل كاب تير ابل في قسم للقاصرين للاجئين القاصرين وقسم للبالغين. قسم اللاجئين القاصرين بيسع في او جناح القاصرين بيسع في 55 قاصر، ولكن هذا الاسبوع وصل العدد ل 351 مثل ما ذاكرين بالصحف الهولنديه ل 351 قاصر. طبعا ما وسعوا فاضطروا ياخذون على جناح البالغين بمركز تير ابل الرئيسي. طبعا تم وضع حراسه لحتى ما حدا يقرب عليهم او لحتى ما يصير في مشاكل بين البالغين والقاصرين. اوكي اصدقائي، ننتقل للخبر التالي. لا يريد مجلس النواب ان تصبح وسائل النقل العام اكثر تكلفه في العام المقبل، وتطالب جميع الأحزاب لمنع زيادات المتوقعة في أسعار وسائل النقل مثل الباصات والقطارات والترامات. أصدقائي، بشكل عام وسائل النقل في هولندا سترتفع درجات الحرارة إلى 25 درجة، يعني رح تشوف هولندا طقس صيف دافئ بعد ما شافوا الرياح وأمطار بهذا الأسبوع، ولكن الأسبوع الجاي رح ترتفع درجات الحرارة إلى 25 درجة مثل كمان مكاتبين هون بالصحف الهولندية. أوكي أصدقائي، هلأ في بس بدي أوضح على شغلة جدا مهمة قبل ما أنهي الفيديو. الأشخاص كتير عم تبعت لي رسائل إنه أنا بدي أجي على هولندا، وين سلم حالي؟ وين سلم حالي؟ بأمستردام، روتردام، وين بتنصحني سلم حالي؟ ما في غير مركز واحد هو تير ابل، واجباري بدك تروح لهونيك على تير ابل. هونيك من هونيك بتبلش اجراءاتك، من هونيك بتبصم. انت اذا رحت على امستردام على اي مخفر لنفرض او اي قسم شرطه باي مدينه بهولندا راح ياخذوك على تير ابل، اجباري على تير ابل تسلموا حالكم، من هونيك تبصموا، من هونيك بتبلش اجراءاتكم. اوكي اصدقائي، طبعا في كثير ناس تعرف بهذا الموضوع، بس في كمان ناس ما عندها علم ابدا ابدا، ما عندها علم بامور اللجوء بهولندا او وين يسلموا حالهم، قديش المده القانونيه للشمل للاقامات للبيت. مفكرين الامور سهله انه خلال كم شهر بيطلع لي بيت، خلال كم اسبوع بتطلع لي الاقامه. اصدقائي، في كتير ناس صراحة ما عندها علم، فأنا حبيت أوضح بس لهذا الموضوع، وبتمنى للناس اللي ما عندها فكرة أبدا تحضر فيديوهاتي السابقة على اليوتيوب ورح تعرف كل التفاصيل. لهون أنا بكون أنهيت الفيديو، أتمنى لكم كل خير وشكرا للجميع. باسل ستار.